ضرورة تعلم أسماء الله عز وجل وصفاته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذه الآية تندرج تحتها عدة فوائد، تلك الفوائد بمثابة الأصول في مثل هذا الأصل الذي هو توحيد الأسماء والصفات. ومن الفوائد أن التفقه في معاني أسماء الله عز وجل وصفاته تزيد العبد محبة لله وخوفا من الله ورجاء لما عند الله، وتجعل العبد يحسن الظن بالله عز وجل. كيف؟ إذا علمت بأن الله عز وجل هو التواب فإنه سيقبل توبتك، إذا علمت بأن الله عز وجل هو الغفور فإنه سيغفر ذنبك، إذا علمت بأن الله عز وجل هو الرزاق فإنه سيرزقك، إذا علمت بأن الله عز وجل هو الشافي فإنه سيشفي مرضك، إذا علمت بأن الله عز وجل هو الجبار، ومن معاني الجبار جبر الرحمة، فإنه سيجبر كسرك ويرفع ذلك، إذا علمت بأن الله هو الوكيل فإنه عز وجل يتولى أمورك ويتولى مصالحك. فدل هذا على ماذا؟ وهذه مجرد أمثلة. فدل هذا على أن من تفقه في معاني أسماء الله عز وجل وصفاته زاده ذلك محبة لله وخوفا من الله ورجاء لما عند الله وحسن ظنه بالله عز وجل.